ومن أشق المشكلات كما ذكر الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، فيلزم العبد فيها طريقة أهل العلم فيتكلم بكلامهم، فإذا تكلموا تكلم به، وإذا سكتوا سكت كما سكتوا، فإنهم يسكتون ملاحظة لأحكام الرحمن لا هيبة من السلطان كما يظنه بعض الناس. وبعض الناس لا يفهم من سكوت العالم أنه يقول خائف، ونعم هو خائف، خائف من الله سبحانه وتعالى. فالكلام ببيان الشرع ليس أمرا سهلا، ليس أمرا هينا. أن يتكلم الإنسان بشيء لابد أن يراعي حكم الله وأمر الله وما يستقيم به دين الناس ويحفظ جماعتهم. فهو إذا تكلم تكلم بما دعاه إليه الشرع، وإذا سكت سكت بما دعاه إليه الشرع، فهو يسكت تبعا للشرع ويدور مع الشرع. وحسن الظن بالعالم هذا هو الواجب. وقد صرنا إلى زمن يسوء فيه ظن الناس بالعلماء، ومنهم طلاب العلم، فتجده يسوء ظنه بالعالم، يقول هو سكت لأجل كذا أو تكلم لأجل كذا، وهذا كله من تلاعب الشيطان بهم ومن تفريق جماعتهم والتشريد بهم وإيقاع الفتنة بين العلماء وطلاب العلم وبينهم وبين الناس والمسلمين. ينبغي طالب العلم أن لا يدخل نفسه فيما ليس له به شأن، وأن يرد الأمر إلى أهله.